السلام عليكم الشيخ زلاب، صافا لاباس عليكم؟ كلشي مزيان صراحه. درت هاد لا فيديو هادي غير باش نسول فيكم، نعرفكم فين وصلتوا في الحفاظه، حيت راه ما بقاش بزاف. نتمنى انكم تكونوا قربتوا تساليو ولا كملتوا، باسكو هاد لا باريود خاصها تكون نورمالمون غير ديال الامتحانات. خاصكم دابا تكونوا تخدموا غير الامتحانات، يعني الحفاظه تكونوا كملتوها وكتنجزوا دابا جهويات. والصراحه بغيت نعطيكم بعض النصائح اللي غادي تفيدكم نهار الامتحان. شوف داك المساله ديال لوتراك ما عندنا ما نديرو بها، حنا وجدنا الحمد لله بذلنا مجهود. شوف انت خصك تسال نفسك واش انت بذلتي كل ما في جهدك، باسكو الا بذلتي كل ما في جهدك فعندك لاش حاس براسك، انت انسان مزيان. انت نهار الامتحان خصك تمشي وانت واثق انك بذلتي مجهود كبير، خدمتي حفظتي شفتي تمارين شفتي بزاف د المسائل، يعني لاش انت غادي تمشي فيك لوتراك؟ لاش صافي انت وجدتي قمتي بجميع المسائل اللي هي واجبه عليك، دونك خصك تمشي مرتاح. هي الصراحه لوتراك واحد الحاجه زوينه، علاش؟ لانه تيبين ان الانسان عاطي قيمه لديك الحاجه. انا مثلا ملي تيجيني لوتراك على الامتحان يعني انني عاطي قيمه، اللهم داك اللي تيمشي ما مسوقش، وهذا هذاك ما كنقولوا ما عنده حتى شي اهميه في داك الشيء، ما داك الشيء بالنسبه ليه شي حاجه اللي هي خاويه. يعني غير انا تنقول لك هاد الهضره باش انت ما يكونش فيك عاوتاني داك لوتراك اللي يكون خايب كاع اللي نسيك المسائل اللي هي حفظتي، وهذا انت حفظتي كنعرفك انا رائع ممتاز بارفي، tu as bien travaillé, tu as bien bossé, tu as assisté au live, tu as déployé énormément d'efforts. Donc انت خصك تكافئ، لذلك سير اخويا الامتحان وانت مرتاح، سير اخويا وانت مرتاح، انا تنثق فيك، عارفك tu vas donner la bonne image. صافي دونك هادو بعض المسائل اللي انا خصني نرد لها البال. كما قلت لك الورقه تحت قدامك، كندير واحد الدعاء تنقول بسم الله وتنشتغل، وكن اكيد ان ربي غادي يعاونك. عرفتي علاش؟ حيت وراك والديك تيدعو معاك ووراك بزاف د المسائل. الصلاه ديالي ما نفرطش فيها، باسكو الصلاه شي حاجه اللي مهمه بزاف، نتعلى الله سبحانه وتعالى يسهل عليا ويعاونني. بالنسبه للحفاظه كما قلت لكم، فهاد المرحله هذه ما خصش الانسان يكون كاع وقرا تيحفظ فيها. لماذا؟ لان دابا خصك تكون ساليت الحفاظه وكتنجز جهويات، صافي باش كتيستي دوك المسائل اللي حفظتي، ولا بعباره اخرى هاد الوقيته كتكون غير ديال تثبيت بعض المسائل اللي باقا صغيره، بعض الثغرات اللي باقا صغيره كنحاول نقادها، اما الحفاظه خصها تكون ديجا دارت. صافي داكوغ. بالنسبه لنهار الامتحان، فهمي غادي تكون في الامتحان اقرا السؤال مزيان، صافي اقرا السؤال. انا راه كان ديما كنركز على واحد المساله ديال الفهم، الهدف من التمرين شنو باغين في التمرين. يعني انا كتلميذ اول مساله نقرا التمرين ديالي مزيان ونحاول نعرف الهدف من التمرين، هذا غيسهل عليا بزاف د الامور. صافي قرا السؤال مزيان، كومباري اناليزي ديكريف ديدوير، هاد المسائل خصني نكون عارفهم. صافي راه درت عليهم فيديوهات، درنا تمارين عده، درنا عده تمارين بزاف اللي شرحنا فيهم هاد المسائل هادي، دونك انت مطالب كتلميذ تقرا السؤال ديالك بشويه. واحد المساله اخرى تاهي خصكم تردوا لها البال، هي لا بون بريزونطاسيون دو لا في، لا في ديالك خصها تكون مرايه ديالك. تو سي المصحح ملي تيصحح الورقه انت راك ما قداموش، غير من الورقه ديالك تيعرف كي داير هاد التلميذ، كيفاش راه، كيفاش طريقه الخدمه ديالو. دونك انت تو دوا انسيستي سور لا بون بريزونطاسيون ديال لا في ديالك، لا في ديالك خصها تكون زوينه، خصها تكون انت تحل الشهيه للمصحح باش انه يصححها، داكوغ؟ باش غادي يخدم معاك مزيان وما غاديش كما تنقولوا يتعدى عليك في التصحيح. دونك في اتونسيون على بون بريزونطاسيون ديال لا كوبي. وحاجه اخرى، نهار الامتحان خصك تفيق بكري، ديما الوقت ديرو قدامك. انا في التاسعه ديالي اخويا نهار دوزت الامتحان الجهوي، تلميذ اخويا جا معطل لقيتو شي يبكي برا ما خلاوش يدخل، لذلك رد البال مع الوقت، خاصك تمشي بكري. هادي حاجه. دابا غادي نتكلم لكم على المساله ديال تدبير الوقت، لا جيستيون دو تون. انت بديتي الامتحان، بديتي الاسئله، انا كنصحك دائما تبدا بالاسئله اللي انت عارف الجواب ديالو. علاش؟ باش ما تعطلش. بعض الاغلاط اللي كنا كنطرحوا فيهم حنا، شو كدير؟ كتبغي دير فيها واعر وتبدا بالتمرين الاول وتبقى غادي 1 2 3. لا، داك التمرين الاول تتبقى فيه انت ساعه، ياك ساعه وانت باقي تتفكر ليا في التمرين الاول، الوغ كو تابع لك خمسه ولا سته تمارين، كتجي في الاخر كتبدا تقول واه بقات نص ساعه، تتبدا تزرب تتسقي، لا داك الشيء اللي ساهل لا داك الشيء اللي صعيب حتى حاجه مخدومه. دونك كنصيحه حاولوا تبداو بالتمارين اللي نتوما فاهمينو، المسائل اللي بداوك اللي بانوا لك ساهلين بدا بهم الاولين، ربح نقيطات باغ لا سويت. كيبقى نخلي الوقت اللي غيبقى كامل لدوك المسائل اللي خاصهم تفكير اكثر، داكوغ؟ اذا اعيد، بدا دائما بالمسائل اللي هي سهله. شوز اوسي سي لا ريفيزيون. انت تلميذ ما شاء الله كفاك الوقت، ساليتي بكري، بقى لك شي شويه الوقت، ما نوضش اخويا نعطي الورقه ونخرج كنجري، اش تابعني؟ تابعني شي حاجه؟ نو، ساليت اخويا جو ريفيز، كنعاود
نراجع الورقة ديالي نشوف ما ربما نكون نسيت شي سؤال ما ربما ما عرفتش أنا. المهم الورقة ديالي نحاول دائما نراجعها مرة جوج ما خسر حتى شي حاجة. علاش؟ باش تفادى ديك المسألة ديال الندم تخرج تقول واه جي وبليت تال وتال شوز. لا ساليت أخويا راجع الورقة ديالي ما عنديش مشكل صافي الله يرضى عليك فطر ليا مزيان صافي نهار الامتحان إنسان يفطر ياخذ شي حاجة اللي غادي تعطيه الانرجي لأنه داك النهار راه غادي يبدل واحد ليفور كبير شي داك ليفور اللي كنتي كتبدلو نتا في الحفاظة داك ليفور اللي غادي تبدلو نهار الامتحان أكثر منه واخا غادي تمشي غير تحط غير تكتب ما غاتحفظ حتى حاجة صافي. دونك نهار الامتحان الفطور ديالك يكون زوين في الصباح أو عافاك تشيكي لاتروس ديالك يعني كاع لي زافير اللي غادي تحتاجهم خاصك تأكد أنهم كاينين في لاتروس ديالك ماشي تمشي لتما عاد تقلب ليا على قومة وستيلو وبيركار ومسطارة. إلا احترمت هاد المسائل هادو فراه غادي تكون مزيان صافي. الله يسهل أمرك أخويا والله يعاونكم راكم عزاز بزاف صراحة ما تعرفوش ما يمكن لكمش تصوروا لو تراك اللي تنحس بيه أنا معكم. بغيت نهار الامتحان يدوز كل شيء بخير كل شيء يجي عندي الله عشان يقول لي راني دوزت مزيان هادي غادي تكون بالنسبة لي فرحة كبيرة كبيرة وما تتوصفش صافي. يلا الله يسهل الامور كنتمنى ان هذا الفيديو يكون فاتكم خديتو منه واحد القيمه مضافه ولا فيديو بروشين ان شاء الله. يلا اتوت.